السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سروان خديجة، رئيسة جمعية تزيل العرائس، رئيسة جمعية مسار، رعاية جمعية مسار للتنمية ورعاية الأسرة. دائما هاد الفكرة ديالتي، ودائما أنا اللي كنكتب عليها، ودائما عزيزة عليها، ودائما أنا كنعيش مع الأطفال اللي في وضعية صعبة، ودائما هما كيعيشوا بيا وتنحس بيهم في هذه الوضعية ديالتهم. علاش أنا كنتطوع وتندير معاهم هذا العمل؟ لالا خديجة، إجاتك الفكرة واش هما الأطفال المستهدفين عندك فاش هذه الخطابة؟ الأطفال المستهدفين عندي أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال اللي تعيشوا في الوضعيات الصعبة، الأطفال المتخلى عنهم. دائما انا كنعيش معاهم في منطقه سيدي يوسف بن علي وخارج منطقه سيدي يوسف بن علي. انا كنلاحظ هاد الملاحظات الراسي وكنعيش معاهم، والفكره ديالتي ودائما تنخطر على راسي، ودائما تنكتب عليها راسي، وديما انا معاهم. علاش انا كنخرج في بعض الاماكن وفي بعض الشوارع وتنتلاقى معاهم وتيبداو يقبلوا فيا؟ ديك القبلة اللي كيعطوني هما اللي تيجعلني باش نتطوع معاهم ونشارك معاهم. حيت اصليا انا كنعيش في المنطقة تاع سيدي يوسف بن علي وخارج سيدي يوسف بن علي وخارج مراكش والمغرب كله، وكل شيء كنلاحظ. اول ما تندخل شي بلاصة كنعرف الوضعية ديالها وكنعرف الحالة كيف تتعيش. لالا خديجة، تقريبا شحال الطفل اللي دوزتي؟ 20 طفل. كان شي مساندة من المجلس، من بعض الجمعيات، من كروان؟ المشكل تيبغيو يساندوني في التليفون، ولكن انا تيعجبني ندير راسي، ما تنبغيش مساندة. اللي تيقول لي شنو خصك، تنقول ليه لا، انا كندير كل شيء كنديرو من مالي الخاص، ودائما انا كندير معاهم هاك ديما ديما ديما. علاش من المالك الخاص؟ ها؟ علاش بالضبط من المالك الخاص؟ مالي الخاص تنخدم شويه، تنعرف كي تنعيش بشويه، وكنعرف كي تنعيش بشويه. السلام عليكم. حنا كمجتمع مدني بسيدي يوسف بن علي ومنطقه مراكش في مدينه مراكش، بصفتي رئيس جمعيه نجمه الاطلس للتنميه المستدامه، تنشكر الاخت خديجه سروان رئيسه جمعيه زين العرائس، وكذلك رئيسه جمعيه مسار للتنميه ورعايه الاسره، على هذه البادره الطيبه اللي قامت بها، وهي عمليه ختال لواحد المجموعه ديال الاطفال اللي هما في حاله معوزه. وصراحه الفكره كانت الفكره ديال الاخت خديجه سروان، يعني انها يعني تلبية للمطالب ديال واحد المجموعه ديال الامهات اللي ما استطاعتهمش انهم يديروا الختان لوليداتهم، وجاو اليوم الوليدات كلشي فرحان، عطاوهم اللبيسات ودار لهم يعني مجموعه ديال الحوايجات اللي فرحوا بها دوك الوليدات. وكنشكروا يعني المجلس الجماعي اللي صراحه دعمنا بالطباعه، كنشكروا ايضا السيد رئيس مجلس مقاطعه سيدي سمني اللي ساهمنا معنويا. انا كنت شي ابواب ام مالكم الخاص؟ شكرا. وصراحه بالنسبه لعمليه الختان او عمليه اعذار، فهي عمليه اللي كيعرفوا الناس انها مكلفه جدا، لان خصك توفر الوليدات، خصك توفر لهم اللبسات ديالهم، توفر يعني الخلاص ديال الاطباء، توفر بزاف ديال الحويجات. ولكن بتضافر الجهود ديال الاخوان اللي معنا في الجمعيه والاخت خديجه سروان يعني اللي كانت ساهره على هذه العمليه هذه، بالرغم انه ما لقيناش يعني محسنين اللي غادي يتعاونوا معنا او جهات مسؤوله اللي غادي تتعاون معنا، ولكن طرقنا ابواب، ولكن الحمد لله ان الاخت خديجه سروان يعني تكلفت من مالها الخاص، بالاضافه للاخوات اللي معها في الجمعيه، لا في جمعيه تزيل العرائس ولا كذلك جمعيه مسار للتنميه ورعايه الاسره، يعني اللي داروا اليد في اليد والتعاون باش نجحوا هذا العمل هذا من مالهم الخاص، فتنشكرهم كمجتمع مدني في مدينة مراكش. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.